لما تكلم اشرف اهلا وسهلا تعال مبروك لعلع الله يبارك فيك. اولا مبارك لدوله قطر، ما شاء الله عليكم، كفو 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 على التنظيم الرائع، على الاهتمام بكل التفاصيل، استمتعنا، رفعتم ريوسنا، شكرا 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 جزيلا. مونديال تاريخي، هو الافضل في التاريخ، اللي يقول كلام مثل غير هذا يضحك على نفسه، افضل مونديال في التاريخ. والصورة اليوم توجد في صورة تاريخية لليو ميسي في 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 ستاد لوسيل. أنا وجاسم اليوم أقول شيء واحد، قول لي انطلاقا من اليوم شباب، لا حد يناقشني من هو الأفضل في التاريخ. لو دخلت معايا في نقاش حخليك تتكلم اللي تحب، لكن اليوم انتهى النقاش. اليوم ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ رسميا، يجب أن يعتمد الموضوع رسميا، مش محبين ليو ميسي هم فقط اللي بيقولوا هذا الكلام، يجب اليوم أن يعتمد ليو ميسي أفضل لاعب في التاريخ رسميا. اللي ما حب يعترف بها هذه مشكلته. بعد ميسي ومبابي فيها تشويق، فيها أهداف كثيرة، وحتى صاحب فكرة البشت فهو خرافي كل صراحة، فكرة خرافية لأنها ستوثق للتاريخ. لنعود للمباراة، دائما مباراة أرجنتين مع فرنسا دائما تنتهي بحصص ثقيلة. لماذا؟ لأن الأرجنتين تجبر فرنسا على الخروج من الدفاع وعلى الهجوم، ولما تهجم فرنسا عندها آليات لتسجل. آخر مباراة في كأس العالم، آخر 4-3، اليوم 3-3، دائما يسجلون أهداف كثيرة. وبالتالي أشكر ميسي وأرجنتين على العرض الكبير اللي قدموه، أشكر كذلك منتخب فرنسا اللي قدم عرض خرافي، خصوصا مبابي. بكل صراحة قطر أبدعت في كل شيء بكل صراحة. هناك الكثير من الناس يقولون تطبل كثيرا لقطر، فأنا أقول لهم اليوم أنا أطبل لقطر وأفتخر بتطبيل لقطر، لأن من يشكر الناس لا ينساه الله. أهم حاجة أن المسلم الحقيقي هو يشكر الناس أعمالهم ولا يبخسهم أعمالهم. فلهذا قطر نظمت أحسن نسخة لكأس العالم بكل المقاييس، ولا أظن أن بلد آخر يمكن أن ينظم نسخة ولو أبدع، فلن يكون بالإمكان تنظيم نسخة في 60 كيلومتر كأطول مسافة بين ملعبين. وبالتالي أنا كشغوف بكرة القدم قبل أن أكون محللا، يعني استمتعت لمدة شهر ونصف هنا في المجلس، وسأشكر المجلس رغم أن خالد لا يريد، وأشكر خصوصا خالد جازم وقناة الكأس بكل صراحة. على أحمد الرواس. الله 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 الله. لا لا لو سمحت، لو سمحتوا. الله عليك يا رواس، الله عليك الرواس، الله عليك الرواس. اليوم اكتمل التاريخ الأبدي في كأس العالم. يا سلام عليك. بدأ الحلم من الأمير روال حمد بن خليفة، واستلموا بعده الأمير تميم لتحقيق أنه البطولة كأس العالم تكون في قطر، وكان من أعظم الإنجازات واللي ما حتوقعها، وكان من أعظم تنظيم وأعظم 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 لين نهاية اليوم 18 ديسمبر اللي يعتبر اليوم الوطني مالكم. اكتمل هذا التاريخ الأبدي بين إنجاز رياضي حققته دولة صغيرة أبهرت العالم كله، وبين صاحب أعظم لاعب في التاريخ بطل هذا المونديال. بمعنى أبدي يا خالد، أبدي أبدي. ما عندما نتحدث عن رياضة ما نتحدث عن مين؟ ميسي وكأس العالم قطر، اسمين ارتبطوا مع بعض في حاجة رمزية. بعد عقبتني اليوم من الأمير تميم أعطى البشت إلى الشيخ ميسي، لا أصبح الشيخ، أنا بس أصبح المعرس، المعرس الشيخ ميسي. وهل ثاني بعد ما نحطه، لأنه من أمير تميم ما دام عطى بوش وهذا وعينه شيخ، شيخ ميسي هل ثاني. هذا خالد ارتباط، إيش البوش رفع أبو الكاس، ارتباط يا أبو محمد تاريخي إلى متى؟ نحن في القبور وحد ميت وحد بيقرأ عليه ابنه وأحفاده، وهذا قطر وميسي للأبد صراحة في عالم الرياضة حققتوا المعجزات صراحة. كبلد صغيرة بهذا الحجم بهذا الطموح بهذا القدرة تعمل هذا الإنجاز اليوم تحدث. ليش نحن قلنا ميسي بغنى شي البطولة؟ حبا فيكم أخواننا القطريين، حبا صراحة وفخر واعتزاز، أنا 13 سنة معكم ومن حبكم وخيري ورزقي كثير من قطر أنا، لذلك تمنيت هذا اللحظة لنعيشها لأجل تاريخ قطر. أنا رايح ما عندي تاريخ كثير، بس دولة
شرفت العرب، شرفت المسلمين، شرفت الفخر. شو 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 الله، الله يحفظك يا الأمير تميم، والله أنك سلمته ويستاهل أنه يكون شيخ، شيخ رياضة وشيخ الملاعب، ارتباط تاريخي خالد. الله ميسي أصبح شيخ مش لعب باع، شيخ رياضة بعد هنا عندنا في دول عربية. عموما خالد فرحة يعني ما توصف. هذا واحدة خلصنا من هذه الإنجازات ورياضة بنجي نشوف الحدث. نحن يا خالد حدث عظيم، مباراة عظيمة. أنت نحن في الملعب قل لك حاجة خرافية، جمهور، تعاطف. بس والمباراة اللي حتى تحدثنا خالد 4-2 قلت يا خالد أنا ولدت مثل هذا ما ولد عندك أساطير موهوبين في كرة القدم. أنا ولدت موهوب بعد في التحليل، بعد صغير شوف لاعبين من الحوارق يجيبون للنادي، وعندك أنت موهبة التحليل، وكل أيام ما في تلفزيونات يحللوا. أنا ما حللت متوقع هذا، أقول لك بطل وأقول لك حصان بطولة جاية من فرق، لا بالعكس هذا تحليل عميق. قلنا لك 4-2 4-2 وقلنا لك بيدخلوا من العمق ما لهم دخلوا، واضطر المدرب يغير اللجنة حماله ويحط هذا، واضطر آخر شيء يلعب 4-2 4 عشان جابوا 2 تعدل. لكن المدرب الأرجنتيني بعد غلط غلطة، طلع دي ماريا مستعجل شوي، ضمن نتيجة كان خلاه يمكن قتال. عموما أفضل نهاية كأس عالم، إثارة يعني، أساطير لاعبين هم اللي سجلوا، صناعة لعب، جمهور من هنا، حتى الجمهور الفرنسي مش سهل اليوم. عموما صراحة أنا مرتاح اليوم، اللي يبغى يتكلم يتكلم واللي يبغى يقول يقول. حققت، شوف هذا فخر العرب، قطر حققت، وميسي حقق حلمه، من الأمير والد حقق حلمه من البداية وسلم ابنه، وبدت هذا النهضة كلها. واليوم أنتوا عنوان رياضة، تكلم في الرياضة، أي حد يتحدث في هذا العالم كله عن رياضة لازم يحط قطر في المقدمة، لأنه كيف هذا الدولة الصغيرة تتحدى هذا العالم كله، العالم الكبار هذا اللي فيه الإمكانيات كلها. يا خالد كيف يسخروا هذا الإمكانيات؟ خالد هذا مقا فكر وطموح وعمل وشجاع واللي تتخيله. اليوم شعر، وين شعر؟ أنا لو كنت شعر اليوم أحط فيهم قصيدة من ذهب كلها، بس راحت علي. أنا بشعورك يوم 2-0 صارت 2-2، شعورك أوصف لي شعورك. والله عندي بعض المستغربين، أنا رحت حتى مع عشر من البداية ومعنا ثقتي عمياء. أنا لما أقول لك روح البطل أنا أقول لك بطل، لا وعندي بنفوز حتى النتيجة. أنت عارف بغيتك كم؟ قلت جين 4-2، لأن قلت الخالد بنعيد بنتقم. يوم صارت 3 الكل جيت خالد اصلا ما قال لي، قلت له بننتقم مثل ما انتقم على الكروات السوق، قلت بنفوز 4. سبحان الله تعادلنا في المباراه الرسميه هذا بلنتيات، قلت 4 حتى بلنتيات حط راسي مطلعيني خالد هذول زلفت ما اعرف مين صورني، حط علم هنا فوق خالد صوروني ما اعرف مين صورني، ونشرها في كل مكان. خالد افتح واتساب احط صورتي في كل مكان، من الاهل من كل مكان ما شفنا. خلي حطوها لنا، انا حاط علم الارجنتيني فوق كذا. عموما صراحه كلكم افتخروا، اللي يبغى يتكلم يتكلم. خالد خلصت كلامي ومسوق حلقي، وعندي فرنسية، هذول الفرنسيين عنصريين يا اخي، والله انا مستغرب اعرف كيف عايشين في فرنسا، والله نحن اخلاقيين. عندنا عبود واحدة مصورة مباراة اول ما بدأت زعقنا متحاكم ما بغيتها تزعق، هذا كيف في بلدهم هذا؟ والله بيطردونا، والله غريبة. وزعقت مرة ثانية ممنوع تكلم، والله احتراما لنا احنا في البلد سكتنا. بعدين كلمها واحد جنبي ارجنتيني، يعني مباراة ما بغيتنا نشجع ميسي، ما بغيت حد. انا مستغرب تعاملونا خالد، هذا وحده مره فرنسيه مصوره نحن تحتها على طول. ستانس ستانس انت فايز ستانس خلاص. لا قبل لا بدايه المباراه الحين يوم المسمسه والارجنتين سالي يونس حضر، والله حاجه عجيبه وغريبه. ايه ستانس خليك، انا حلقي تعبان. شو شو ميسي محط الثالث باليمين بعد ايش؟ ميسي محط الهدف الثالث، نقزت أهم شيء؟ خلاص اكتمل اكتمل التاريخ الرياضي اكتمل، أقول لك كل شيء كامل. ميسي مثل ما قال أشرف، ما حد يقدر يناقش اليوم، هو أعظم لاعب في التاريخ اليوم. تتحدث عن قطر أعظم من نظم كأس عالم، انتهت القضية اليوم. تكامل اثنين مع بعض اليوم. عمالقة التاريخ الأبدي رواص اليوم. ميسي ترى حطم رقم مالديني، أكثر لاعب زمني لعب كأس العالم، وأكثر لاعب عنده أهداف أو مشترك بالأهداف أكثر من 20 جول. فميسي اليوم حطم كل الأرقام في كأس العالم. إن شاء الله ما بغينا أرقام، بغينا بس الكأس. كفاية دحين بروح أنام، ما أنا من الشهر هنا وأنا أرجع البلد أنام على طول، بنام لي 3 أيام. صادق جبل أروح للجبل. السوق واقف الحين أحمد الرواس، الحين في هاللحظة. أنا من هنا رايح بروح له، بغيت أكل يا خالد تكسرنا من الساعة 1. والله عذره بيشتغل واجد هذا شرب بن عيا، والله ما اشتغل شغلته. قول الله يعطي الصحة. حذرني في السيارة حتى الدخل من الساعة 1 الظهر
ونرجع الساعة 12 وأنا حاجز السيارة والشرطة تساعدني. خالد جاني تمزق عندي إصابة والله من هنا قسما بالله. انكسرت عشان ميسي. أنا أتفائلي إذا حضرت الملعب يفوز. حضرت مع السعودية وخسرته لأن السعودية حبي الأول. ورحت اليوم معه فوزت. روح الأبطال عندي على طول. راح خلي الجيش. قلت نعم قالك روح الأبطال. عملت نتيجة من قبل. هذه الدشداشة الحمد لله انت لبسها للأرجنتين يفوزون. الحمد لله هذه أول دشداشة هذه من يلبسها للأرجنتين يفوزون. لازم ترجع حق ناديك هناك زين كنت زين من العلم. لا عندي خلافات ارجع للجبل نادي لازم.